السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدريبات تسمى الأعداد الصغيرة، اللي نسميها 2 ضد 2، 3 ضد 3، 3 ضد 2، 4 ضد 2، 4 ضد 3، إلى آخراتها. دائما توضع في موضع الجيم بالمقابل، 2 ضد 2، 3 ضد 3، مقابل. لكن أذكر بأنه هاي الوضعيات وهاي الأعداد تستغل في تدريب ما يعرف بالكومبينيشن، الربط، سواء بالكرة أو بدون كرة. يعني أقصد الربط من جانب بعدد ومهاجمة هدف بعدد، أو الربط بين كل اللاعبين بمجموعة من الكرات اللي سميناها فيزيكال تكنيكال. فالوضعيات 2 ضد 2 و3 ضد 3 و4 ضد 3 مهمة جدا، وليس من الخطأ أن تضع هذه الوضعيات فيما يعرف بتمارين الكومبينيشن. أعطيك نموذج، يعني أنا دائما أفكر بالنموذج، فمن أعطيك نموذج حتى يصير عندنا يقين بما نفعل. فهنا أنا عندي مربع، شوف، وهنا عندي دفاع 2 ب2 يتبادلون العمل، وهنا عندي مربع آخر بسيط. أنا كاتب العنوان التدريبي هنا combination to create، يعني تمرير ربط لاستحداث أو لخلق هو ما يعرف ب وضعية 2 ضد 2 لمهاجمة كرة عكسية. 2 ضد 2، ما في جيم الآن في وضعية 2 ضد 2، لا، في كرة عكسية. إحنا تقصدنا أن نستحدث هذه الوضعية، لذلك خليت مدافعين، وهنا الكرة من الأول للثاني للثالث للرابع، الرابع يعطي للجناح، لمنطقة الجناح لهذا اللاعب. زين، هذا اللاعب بالجناح، هذا اللاعب يتوقف مكانه ما يهاجم. من يهاجمون هؤلاء أو هذين اللاعبين الاثنين اللي بالداخل؟ ومن يدافع؟ الاثنين المدافعين الأمامين. فيصير وضعية 2 ضد 2. لاحظ أنه هذا المربع ما يروح إلى خط التماس، وإنما فكر باستحداث فراغ بمستوى منطقة الجزاء الحقيقية، فيصير 18 في 18 ياردة. المدافعين داخل ال 18 ياردة الثانية، لكن المهاجمين يصيرون على حافة منطقة الجزاء الثانية. يعني هؤلاء الاثنين يصيرون على هذا الضلع مال 18 ياردة الثانية، وهؤلاء يتقربون عليهم بمسافة 15 ياردة بعيدا عن خط التماس. فالمربع هذا يزحف باتجاه منطقة الجزاء الثانية تخيلية، أو منطقة جزاء مؤشرة ب4 علامات فقط. يستحدث التمرين من اليمين يسار، من اليمين يسار، ودائما المدافعين يبدلون الأماكن، ممكن وضع مدافعين أكثر. هذه التمارين هي 2 ضد 2، ممكن أن تستحدث 3 ضد 2، 2 ضد 3، 4 ضد 2، 2 ضد 4، وهكذا. ممكن أن تدرب الدفاع، ممكن أن تدرب الهجوم. تمارين ممتازة، امتيازها يكمن فيما يعرف بأن الفعالية تحت الضغط، وتحت الضغط تعني تحتاج إلى اتخاذ قرارات، وتدريب فيه اتخاذ قرارات تدريب أقرب إلى واقعية كرة القدم أو أي لعبة جماعية أخرى. أنا موفق المولى، أتمنى لكم الصحة والعافية، وصلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين.